يا جماعة حادثة على طريق مصر الإسماعيلية دلوقتي، الميكروباص، ربنا ينجي الناس يا رب. الحادثة دي عند قبل كوبري المستقبل على طول. هي تبع السواق؟ اه تبع الراجل اللي بقى. وكفى بالله. السواق مات يا لا لا لسه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا جماعة، ده عربية ميكروباص داخلة في عربية نقل دلوقتي على طريق مصر الإسماعيلية. الحمد لله يعني الناس ربنا نجاها وربنا فاطمة هناك. بص الموضوع خطير. لا حول ولا قوة إلا بالله. في حد توفاه والله؟ في ايه؟ مين؟ سواء ما هو لا في ليه الروح اهو الحمد لله. ربنا ينجي الناس كلها يا جماعه، ربنا ينجي الناس كلها. مع السرعة احنا بنتكلم في موضوع السرعة. وتقريبا ما كانش في حد في الميكروباص. كان السواق وبنته الحمد لله بخير، وهو في حالة خطيرة دلوقتي. انتظار الإسعاف يا جماعة. ربنا ينجي الناس كلها. الحمد لله. الحمد لله.